وهذا سائل يقول: يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هل هذه الآية يستدل بها على هجر أهل البدع؟ نعم، يدخل أهل البدع يدخلون فيها، لأنهم يخوضون في آيات الله ويحدثون بدعا في الدين لم يشرعها الله، فيجب دعوتهم إلى الله، فإن تابوا وإلا فإنهم يهجرون. نعم.